ما حكم من يقوم بخص بعض الحيوانات من الفحول؟ هل عليه شيء؟ الخصي للحيوان إذا كان هذا أنفع وأحسن لا بأس بذلك، هذا شيء معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين، هذا أطيب للحمه وأرغب عند الناس، لا بأس بذلك، لكن يجري الإخصاء بطريقة لا ليس فيها تعذيب للحيوان، طريقة سريعة وطريقة متقنة، ولا يجري هذا إلا إنسان متخصص يعرف كيف يجري هذه العملية. نعم.